ميمونة حسين بدنكي من ولاية أو من إف سي تي أبوجا، وتكرم بقراءة إمام حمزة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج بجواد حفص العاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بجواز فتح الحمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا
سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ما لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتيك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه
معرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حسن بفضل من بدايه السوره فيه عبس سوره الاعمى لماذا تخلف الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة حسبك